صفارة الحكم تعلن انتهاء المباراة التي أقصى فيها المنتخب المغربي نظيره البرتغالي، معلنا بذلك ارتقاءه إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر، لتخرج الاحتفالات عن بكرة أبيها حول العالم. وفي البلاد هنا خرجت الجموع إلى الشوارع محتفلة بهذا الانتصار التاريخي. في البلاد هنا تابع اليهود العرب من المغربيين المباراة، حيث رفرفت الأعلام المغربية وسط متابعة العشرات من اليهود العرب الذين يعيشون في إسرائيل من أصول مغربية لهذه المباراة، لتعم الاحتفالات بينهم مع انطلاق صافرة الحكم معلنة عن فوز المنتخب المغربي. هنا يبدأ العد العكسي للثواني العشر الأخيرة لهذه المباراة قبل انطلاق الاحتفالات، فيما يقرر يهود عرب مغربيون الذين يعيشون في إسرائيل الخروج إلى الشوارع أسوة بالملايين الذين خرجوا حول العالم احتفالا في هذا الإنجاز التاريخي. وأما البعض الآخر الذي اختار الاحتفال على أنغام الموسيقى المغربية، وكلها مشاهد تأتي لتؤكد أن مساعي سلخ اليهود العرب عن تاريخهم قبل إسرائيل تتحطم على أبواب مونديال قطر